انت بتعرفي ان وجود الاولاد بالبيت بيخلق فرح بقلوب الكل والالعاب بكل مكان. بس الالعاب مشان الاولاد مو مشان واحد بعمرك. واذا هالولاد ما خلونا ننام شو رح نعمل؟ ساعتها منتناوب ومنغني لهم. ونحن رح نغني كمان؟ ايه اماني شاطره بالغناء، انت بتغني لهم مرت اخي حماتي. تفضلي كلي. اوه هلا انت مبسوطه؟ العرس بعد جماعه قديشك مسكينه مثلي، ما فيك تجيبي اولاد ورايحه تباركي لمولود جديد. مرت اخي ضيفيني حلو. شو ما بتستاهل حلو، انت بدك قتله يا غبي. اسمع، بتعرف اذا رودرا صار عنده ولد بتعرف شو رح يصير؟ كل الشغل وكل الاملاك اللي لقلنا رح تكون بايده. وشو لازم نعمل؟ لكان ليش خليتك تتزوج؟ مو انت خليتيني، هذا سيسوديا هو اللي جبرني تحت تهديد السلاح. بكل الاحوال اللي صار صار، وهي هلا صارت كنتي، وانا حابه اشوف حفيد لإلي من مرتك. حفيد؟ بس انا ما بدي اولاد. امي انا ما بحب لهي البنت ولا شوي، وماني مفكر باولاد منها. لا تحلمي بهالشي بنو. عن جد بدك استنى لحتى انتو تحبوا بعضكم ولبين ما تاكلوا من نفس الصحن؟ بدك يعني كمان استنى لبين ما تندمجوا؟ ها هيك بدك؟ اذا هيك لكان رح موت وما رح شوف حفيدي، وقتها رح شوفه من بعيد كتير. تحرك يلا روح وتصرف. بس امي. رح تروح ولا اضربك؟ تفضل تفضل الضياف. اهلا وسهلا. تفضل سيد امان. ما بدك ضيفني حلو؟ ها انت عم تغلط بحقي. مين رح يجيب لك الاخبار الحلوه من بعد هلا؟ على القليله بيطلع لي عليه حلوان. ما شو مفكر حالك انت؟ لك شانتي نصيحة، لا تكون مغرور بحالك. رودرا رح يصير اب، هالحلويات مشان هالمناسبة، وانت ما إلك غير قصة وحدة رح يحكيها رودرا لولاده بعد ما يتقاعد. فهمت؟ ما في داعي ابدا للعجل، القصة لسه ما خلصت ابدا، بس الجزء الأول هو اللي خلص هلا، وبأي لحظة مننتقل لجزء جديد. إيه؟ شو عم تعمل؟ بما إنه ما عندنا صورة تجمعنا، لهيك حطيت هيك. حلوين مو هيك؟ شو عم تعمل؟ ولا شيء. الأضوية عم تزعجني كثير. يلا رح طفيه. الأضوية؟ شو عم بتقول؟ ييه؟ لك شو عم تعمل؟ أنت مجنون شيء؟ فهمني شو معك أنت؟ بصراحة أنا بدي ولد. ولد؟ ولد؟ ولك انت بتعرف كيف بيجي الولد؟ لا ما بعرف، ما بعرف شيء، مع انه امي علمتني منيح، وامي هي اللي بعتتني على حفله العرس. انا انمسكت هنيك وبهذا الوقت، واخي هرب من الحفله، بس امي انزعجت مني كثير لانه رودرا وبارفاتي رح يجيهم ولد. هي رح تجن هلا، وبنفس الوقت ميتالي ما عم تصير حامل باي طريقه، وإذا ما أجاني ولد كل الأملاك رح تصير باسم ابنه للسيد رودرا ابن عمي، وكل اللي عم يصير هو بسببي أنا، بسببي أنا وبس. وهلأ عم تطلب مني إني جيب لها حفيد كمان، كيف هيك؟ بكل الأحوال أنت بتكرهيني. آه
ليك. ليك، مين خبرك إنه أنا بكرهك؟ يعني ما بتكرهيني؟ أكيد، قصدي أنت أجدب ومجنون وبيجي على بالي أضربك كمان، وخصوصاً لما بتسمع كل كلمة بتقولها أمك. بس مع كل هذا أنت ظريف. أنا ظريف؟ أنا ظريف؟ أنا رح أروح جيب مي، ماشي؟ ما بطول. هاي وأنا كمان بدي. بدي اقول لك. شو بدك تقلي؟ ماما انا رح يجيني ولد. شو؟ شتابدي؟ مبروك يا ابني، ما عم صدق. مبروك بنتي. أنا جاي يا بارفاتي. مبروك سيد رودرا، إجاك صبي. وبارو الأم وابنها بحالة منيحة. تهانينا مرت أخي وأنت أخي. بس ما في غيره، ما بتحمل شوفك موجوعة مرة تانية. بالأسطورة شيفا عنده ولدين. وأنا بدي اثنين.
شو في بارو؟ جبت له شحنة ولعبة؟ ليلعب فيهم. شوف شو جاب لك أبوك حبيبي. مفكر إنه صار عمرك سنة منشان هيك؟ جاب لك ألعاب كبيرة لتلعب فيهم كلهم. رح نخبيهم لوقت ما تكبر. يلا اسأله لأبوك. بلكي بياخدك على حضنه، ما ضل عنده حجة هلا. بارو بتعرفي إنه ما بقدر أحمله. هذا ابنك وابنك كمان. نحن مو بس جبناه على هي الدنيا، هو كمان عملنا أب وأم. أحلى هدية من القدير وجودكم بحياتي، سعادتي اللي كل عمري حلمت فيها قدام عيوني هلأ. تعرف شو؟ أنا عن جد كتير مبسوطة فيه. لو متت ما كنت رح أزعل. ليش هيك عم تحكي؟ رودرا مرت أخي كتير آسف، شتابدي عم تصرخ من الوجع، بعتقد صار وقت ولادتها. بس لسه بدها أسبوعين لتولد. صح مرت أخي، بس ما بعرف شو اللي صار، حاولت أتصل بأمي وأبي بس أنا ما لقيتهم. طيب رودرا روح معه على المشفى وأنا رح خبر الكل إنه يلحقوكم لهنيك فورا. خدها معك بسرعة. جيب شتابدي وأنا رح جيب السيارة. انتبهي على حالك. هو معي ليهتم فيني. رح يصير عندك أخ أو أخت صغيرة، هنن على الطريق هلأ، رح تنبسطوا كتير مع بعضكم. ابني كيف مرتك؟ لسه ما بعرف أبي. بتمنى إنها تكون منيحة. حفيدي رح تجيب صبي مو هيك؟ شو بكي أمي؟ مو لتولد بالأول؟ أنا خايف عليها وأنت قاعدة. حفيدي دخلك يا قدير، رح صلي كل يوم تنين أنا ورح أندر أضحي كل ثلاثة بس يكون حفيد. دخلك يا قدير يكون حفيد. يا قدير يا قدير يا قدير. مرت أخي أنا راجع على البيت، بارفاتي لحالة مع الصغير، ما بدي أتأخر. ماشي يا ابني، أنت روح ونحن منضل هون. مبروك المدام جابت بيبي بيطير العقل. مبروك ابني. طمنيني كيف مرتي، هي منيحة هلا؟ تركوني منها. دكتورة كيف الصبي؟ الصبي؟ كنتك جابت بنوتة حلوة مثل القمر. ممتاز. تهانينا. أنا رايح شوف. شو هذا يا؟ هذا اللي كان ناقصني. بعد ما صليت وضحيت ما إجاني حفيد صبي مثل ما بدي أنا. وإنت ما فيك تساوي شي صح؟ عن جد إنك منفعان لشي. أمي سكوت. لك هي تشبه شو كانوا بيقولوا؟ قطقوطة. كتير قطقوطة هالبنت. بنت؟ ألف مبروك لألون. سمعت؟ هي صار عندك أخت صغيرة. كيف شتابدي؟ هي كتير منيحة. وأنتي؟ وابني كيفه؟ ابنك وأنا كتير مناح. ابنك اليوم كان كتير عنيد، ما رضي ينام حتى غنيت له غنية النوم بدالك، بده إياك تغني له. سأليه إذا رح يبكي بعد ما يسمع مني غنية النوم. شو عم بتقول؟ أصلاً نحن منضحك لما تغني. سمعت الصوت؟ شكلها جاية عاصفة قوية. أنا رح سكر، بتمنى ما يخاف من صوت الرعد. ماشي انتبهي على حالك. جوت جل عادي موهمي تادي كر قايا نهال جي هيلي.
مسيعتو من مسيعتو سمرو تارو نام جي هيلي ماري سن لے رام اے امان اللي سيدي اخبار مو حلوة شو؟ هذا شانتي هرب من السجن الليلة. هرب؟ ايه سيدي انا بعد الدورية وراه. بعتهم على بيتي بسرعة بيكون هنيك. بارو ليش هيك؟ شو صار بالكهرباء هلا؟ بتمنى انك ما تكون مرعوب ابدا. يا نور عيوني، تعرف شو حبيبي؟ أنا بخاف أكتر منك بالعادة، ولما تطلع فارة بالعتمة بفكرها أسد، بس اليوم ماني خايفة لأنه أنت معي وبتقويني. يلا خلينا نروح نشعل الشمعات تبعنا، وما في داعي للخوف ابدا. انا سكرت كل الابواب والشبابيك بالبيت وما رح يصير لك اي شيء. اني رح ارجع لهيك رجعت. انا حذرت رودرا انه ما يتركني عايش، بس ما سمع كلامي. هذا هو غلطه، هذا غلطه، ولازم لازم يتعاقب. أبوك رح يجي بعد شوي، رح خليك هون مشان سلامتك حبيبي، لا تخاف. وقفي، أكيد تعبتي، تعبتي من الهروب والعيش بخوف، بس هلأ أنفاسك ورجليكي بحاجة لشوية راحة.
أعطي. كيف بتتجرأ تدخل على بيتي ولا؟ بس شو هاد؟ هالدم؟ من وين إجا؟ هاد مو دمي ولا دمك. دم مين؟ إيدي معبقين دم؟ ها؟ شوف حتى تيابك صاروا دم. دم كتير. هذا الدم هو اللي راح يصبرني على دم أخي. عم تسمع؟ أنا اليوم انتقمت لروح أخي سيادة الرائد. رجع! انت شو عملت؟ انا حذرتك وقلت لك من قبل ما تخليني عايش. بارو باروخ! اهدى حبيبي اهدى، لا تبكي، ابوك اجا. باروخ باروخ باروخ، قومي وقفي، انا هون باروخ. صار له شيء؟ لا هو منيح، ايه منيح. معي امي بارو، امي لازم نروح على الدكتور. يلا ما بقى في وقت كتير، لا تروح لأي محل، بترجاك خليك معي. لا بارو، انا وصلت بس متأخر شوي. لا تخافي، ما حيصير عليك شيء. بارو أمي لازم نروح عند الدكتور، بحياتي عندك أمي. يلا وعدني رودرا تكون دائما قبل منيح، انتبه منيح قبلنا وحطها جوات عيونك، ودائما لعب معه وخليه يحبك، انتبه عليه منيح، خليك معه ولا تبعد عنه أبدا، قل له إنه أنا كتير بحبه، وكمان قل له بارو، قولي بارو، قولي بس لا تتركيني، قولي بدي قولي بارو، قولي قولي احكي شو بارو. بارو انتي بتعرفي اني ما رح اقدر اهتم في لحالي. بارو بترجاكي، انا ما فيني، ما بقدر. بارو حبيبتي، thank you.
كمان مثلك حنون مثلي انا رح يكون عنيد مثلك مسافر مثلك رودرا ممكن اطلب منك طلب انا بدي انك تكون دنيتي رح كون دائما واقف جنب ابننا وما رح اتخلى عنه ابدا رح قله قديش انت بتحبي وانك دفعتي عنه للاخر رح قله متي كرمال انه هو يعيش بوعدك انه رح حبه مثل ما حبيتي بارو لوم حالك يلا لازم تاكل بس لقمتين هالقليل يلا هذا ذنبي انا ماما هذا ذنبي انا انا ما قدرت اوصل لعندها انا ما قدرت اوصل كان لازم اني اوصل لعندها ماما بس ما قدرت اوصل ما قدرت هذا غلطي ابكي قد ما بتقدر ابني ابكي حتى ترتاح خالتي الولد لسه عم يبكي ما عم يوقف بكي ابدا حاولت كتير اني سكته بس رح شوفه لحظه ماما اعطيني اياه رح تقدر تهتم فيه انا لازم احاول ماما انا لازم اهتم فيه بدي اياك تغني له وبعدها حطه بالتخت وهزله مشان ينام اتفقنا؟ اسمع غنيتي انت الاقرب
إلي يا روحي أنت محبوبي، خبرني شو اسمك واسمع لي غنيتي، اسمع صوتي وأنا عم غني لألك، أنت ابني أنت روحي، أنت كل الدنيا أنت روحي. قدرت تستنى خمس دقايق؟ قلت لك رح اجي وجهز لك الفطور. انتي تأخرتي، لهيك انا جيت وعملت كل شي لحالي. يا ازعل، عم تحكي هيك كأنك كل يوم بتعمل الفطور، عمتك بس بتاكل ما؟ مو هيك؟ كأنه نسيتي شو في بهذا اليوم. معقول انت؟ انا بحياتي ما ممكن انسى عيد ميلادك. كل سنة وانت سالم حبيبي. مبسوط؟ عمتو امانة أعطيني تمر هندي. ماشي، بس اليوم، لأنه إذا دائما ما بتوقف سعالتك. يسلموا إيديكي. تمر هندي؟ ومع ملح كمان؟ لا مو معقول. ميتالي شو صار معك بالشاي؟ يلا رح يجهز. بس دقيقة، لا مو هيك، أنا رح أقلك كيف هيك. ليك طلع. لا لا مو هيك، مو هيك، صورني هيك. أنا عم باخذ لك صور، يعني صورة صورة، ما عم صورك فيديو، وبسرعة لأني مستعجل. طيب طيب طيب، صور هيك يلا. مهيني، أنا كنت عم أقول مهيني كثير منيح. يا ريت تجي تصور الصغير اليوم عيد ميلاده، لأن خبريه جي مهيني، ولا كمان في ترتيبات سرية اليوم أنا ما بعرفها. ها؟ عيد ميلاد؟ عيد ميلاد مين؟ حفيدي أنا. مين حفيدك؟ أنا ما عندي ولا حفيد، بس إذا أنت عندك حفيد فياريت تخبرنا فورا مشان نعرف. يعني أنت شو عم تحكي؟ من لما أخي ومرته ماتوا هذا صار حفيدنا وصار واجبنا، لازم نتعامل معه مثل أجداده تماما، ولازم نحن نحقق له كل رغباته ونخليه مبسوط. طيب ماشي، انت قلت اللي بدك تقوله هلأ، فاتركني اتصور لشوف. تتصوري؟ ايه طبعا، مشان مرتبان المخلل.
أنا ما بعمل شغلي. آه، مثل ما حضرتك بتحب. أنت مو وعيان للقصة، بس أنا بكون سيدة أعمال ناجحة واسمي موهيني يا عيني. أنا بعرف هالشي وسمعت هالحكي بآخر نص ساعة هون، بس خلينا نخلص. موهيني خلصي بسرعة، لسه في تحضيرات كتير. عم يواسي حاله ويكون جد لصبي اللي من الأساس أبوه مو متذكر ابنه بأنه سنة وشهر ويوم خلق كمان. دقيقة، جاهزة؟ صباح الخير بابا. صباح الخير حبيبي. انت حضرت الفطور؟ ما في مشكلة. آسف كتير، ما قدرت فيه. بدك شي؟ سلامتك. عن جد نسيان بابا؟ شو؟ ولا شي. شو عم تساوي؟ ولا شي. لسه بدهن وقت ليطلعوا شاورما، بدك تستنى. عن جد مو متذكر؟ شو قلي؟ عنا شي مناسبة؟ كل يوم بنقعد وبنفطر سوا، ولا أنا غلطان؟ قلي. معناها اليوم رح نعمل نفس الشي. وانت متأخر عن المدرسة، جهز حالك يلا بسرعة. بس اليوم عطلة. عن جد؟ طيب ماشي، خود كل. هدية! يسلموا بابا، يعني كنت عم بتمثل علي صح؟ كل عام وانت بخير. يسلموا بابا. ما بدك تفتحها؟ جاكيتك بابا، أنا كان بدي مثله من زمان. يسلموا بابا، أنا بحبك. أنا كتير بحبك. رح روح فرجيها للكل. هدي عيد ميلاد الصبي عمي الصغير الحلو. كل سنة وانت سالم. شكرا. شو هاد؟ شوف جاكيت مثل جاكيت بابا. عن جد حلو كتير، بتجنن كمان. رح فرجي الجاكيت للبقية. يلا روح. يسلموا ميتالي، لو انتي ما قلتيلي هو شو جاي عباله ما كنت عرفت ابدا. هو ما طلب شي ابدا، بس انا شفته عم يلعب بجاكيتك وقيسه فقلت لحالي بيكون بده مثله. صحيح، صار عمره 7 سنين بس كتير ذكي، وبكره كل ما كبر رح يصير اذكى. بتمنى شغله وحده، ما ينسى يجيب اغراض الجاتو. لا لا، كتبت له اياها. ميتالي شكراً. على شو؟ لأنك عمت ابني ولأنك عم تهتمي فيه. ايه بس روحوا جهزوا حالكم وأنا رح خلص شغلي. جهز حالك بارو. اليوم صار عمره 7 سنين وأنا عم أعمل كل شي بقدر عليه لكون أب منيح ووفي بكل وعودي لإلك، بس أنا لسه بتمنى لو كنا سوا من ربي ليصير شاب. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.